دير الزور 30/10/2012 مكتب النخبة الإعلامي من أمام خط الجبهة الأول حيث مرابطة أبطال كتائب الجيش الحر القادمون من الريف لمساندة كتائب المدينة ويقومون بالتصدي للطيران الأسدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا ريت تحدثنا عن المهمة اللي قائمين بها حاليا بخط الدفاع الأول بحي العمال. طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار وشفاء لجرحانا والحرية لمعتقلينا. نحن قادمون من ريف دير الزور لواء أحفاد محمد مدينة موحسن، ونحن الآن متواجدون في مدينة دير الزور نصرة لكتائب البلد لمهاجمة هذه الكتائب التي طغت وتجبرت وعاثت في أرضنا فساد، وإن شاء الله النصر قريب. هل مهمتكم آنية يعني لوقت محدد أم مستمرة؟ مستمرة حتى التحرير بإذن الله، حتى تحرير آخر شبر من أرضنا. ماذا تحب أن توجه رسالة إلى شعب دير الزور المرابط معكم هنا؟ الصمود والثبات والاتحاد. ماذا تحب أن توجه رسالة إلى النظام؟ النظام نقول له نحن قادمون لدحرك، لطردك من آخر شبر من سوريا الحبيب، لأن سوريا بلدنا وليست بلدك. ثبت الله أقدامكم وشكرا جزيلا. آمين إن شاء الله. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر.